خصصنا فقرتنا التالية لحتى نحكي عن ريادة الأعمال بعيداً عن الضغط والتوتر والرتابة كمان والروتين يلي بيعاني منه الموظف أثناء مسار عمله. لابد من وجود مساحة مخصصة للإبداع والابتكار والتطور بمجال عمله وأكيد من خلال ريادة الأعمال لحتى تكون صاحب الفكرة بداية وبالنهاية صاحب مشروع بتيح لك فرصة التطور والإبداع والابتكار والتواجد كمان بقوة بسوق العمل. أكيد يا عفاف، اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف أكثر على تجارب ناجحة لشباب في مجال ريادة الأعمال. طبعا شب وصبية بدأوا مشاريع الخاصة بهذا المجال وهو مجال ريادة الأعمال المجتمعي يلي رح نتعرف عليه أكثر وعلى المبادرات. خلينا رحب سوا بإبراهيم سلمان رائد أعمال في مجال العمل المجتمعي بفريق بوصلة، ولين الأسدي رائدة أعمال في مجال العمل المجتمعي أيضا في فريق بوصلة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. خلينا نتعرف منكم إبراهيم ولين، رح نحكي عن مبادرة بوصلة وفريق بوصلة وكثير من التفاصيل من ريادة الأعمال والأشياء اللي أنتم فيها، بس خلينا نتعرف أول شيء على مجالكم واختصاصكم بهذا الشيء. يسعد صباحكم يا رب. أنا إبراهيم سلمان، طالب ماجستير بالهندسة المدنية، اختصاص إدارة تشييد من جامعة دمشق. بشتغل بمجال كتابة وإدارة المبادرات المجتمعية بالإضافة لعملي مع العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة بالعمل المجتمعي مثل مؤسسة إدارة الموارد البشرية كمسؤول عن الفعاليات والأنشطة وإخراج المحتوى المرئي بالإضافة لكتابة المحتوى مع منصة البعبع. تفضلي. أنا لين الأسدي، خريجة معهد دمشق المتوسط اختصاص نظم معلومات وخريجة جامعة دمشق كلية الحقوق. بشتغل كمسؤولة فريق التصميم بمؤسسة إدارة الموارد البشرية، وأنا المسؤولة عن تنظيم فريق بوصلة، وبشتغل كشغل حر بالجرافيك ديزاين. أهلا وسهلا فيكم وبكل الخبرات اللي بلشتوا فيها. وخليني أرجع لعندك إبراهيم، يعني حضرتك حكيت أنه أنت بلشت بمجالات متعددة ومنها منصة بعبع وغيرها اللي هي طبعا معروفة بالريادة بعمل المجتمعي. خلينا نشرح اليوم لكل اللي عم بيتابعنا شو بنقصد بريادة العمل المجتمعي. تمام. كمصطلح ريادة الأعمال المجتمعية بيعني المبادرة بتطبيق فكرة إبداعية. هاي الفكرة بتهدف بشكل أساسي لحل مشكلة أو قضية مجتمعية أو حتى لحتى تلبي احتياج بحاجته هن أفراد المجتمع. الغاية الأساسية منها أنه هي تحقق لي تنمية وتطوير للمجتمع. هذا الشيء بيتم بأحد مجالات الحياة المختلفة، سواء مجال ثقافي أو اجتماعي أو حتى بالمجال البيئي. وبتكمن يمكن أهمية ريادة الأعمال المجتمعية بأنه هي بتستثمر طاقات أفراد المجتمع بطريقة فعالة. هي الطريقة الفعالة بتنعكس بأثر الإيجابي على المجتمع. كريادة أعمال مجتمعية خليني أقول هي غالبا بتكون غير هادفة للربح، لأنه رواد العمل المجتمعيين بينطلقوا من مبدأ يلي هو إنه تطوع التنمية تماما، إنه كمسؤولية مجتمعية يردوا الجميل للمجتمع اللي هن منتميين له. بما يخص يمكن تجربتي ورحلتي بالعمل المجتمعي، فهي صراحة بلشت ضي من خلال التطوع مع مؤسسة إدارة الموارد البشرية. أضافت لي كتير صراحة. يمكن أبرز الأمور اللي أنا عشتها بتجربة التطوع أنه خضعت لتدريبات عديدة، كمان هي التدريبات العديدة والتجارب اللي مريت فيها أكسبتني خبرات وطورت من معارفي، وهذا الشيء اللي دفعني أني تابع دراسات عليا إلى جانب ماجستيري الهندسي بمجال إدارة الأعمال، كونه مجال إدارة الأعمال بيضم العديد من المفاهيم الهامة اللي هي ريادة الأعمال وإدارة الموارد البشرية بالإضافة للتسويق وغيرها كتير. فخليني أقول الشيء المميز بتجربة التطوع أنه هو بيركز بشكل أساسي على أعطاء مساحة للشخص للتجريب والإبداع. هذا الشيء هو اللي مكنني فيما بعد من قيادة فرق تطوعية وابتكار طرق جديدة بإدارة وتنظيم العمليات، وهذا كان مفتاح دخولي لريادة الأعمال المجتمعية وكان بوصلة لي لحتى أحقق أهدافي. خلينا ننتقل لعندك لين، خبرينا عن بداياتك بالعمل المجتمعي رغم التجارب العديدة اللي كانت موجودة عندك بالمجال نفسه، وعن أهمية أنك اليوم قدمهم أنه تساعدي شخص ببناء قدراته. في أشخاص كتير بنشوف عندهم قدرات و
عندهم إبداع ولكن ناطرين حدا هيك ينور على طريقهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم. خلينا نحكي أكثر بخصوص هلا صراحة أنا بالبداية كنت من المستفيدين من برنامج جيتس انترشيب اللي قدمته مؤسسة إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع اليو إن تي بي بسنة 2021. فهذا التدريب كتير ساعدني لحتى أني أطور من مهاراتي، لأنه كان في تدريب ضمن الشركات، وهي المهارات اللي أنا طورتها عندي خلال هاي الفترة حبيت أطورها أكثر وإني أكون فاعلة بالعمل المجتمعي، فطورت بالمؤسسة. خلاني هاد شارك بفعاليات وبأنشطة وإني أشتغل شغل يطور مهاراتي داخل المؤسسة. بعدين لما لقيت إنه أنا عندي هاي المهارات وقديش الوقت اللي تعبت عليه على حالي مشان إني أطور هاي المهارات، حبيت أقدم هاي المهارة اللي أنا عم أقدمها بشكل مبسط لهدول الأشخاص. ما حبيت إنه هذا الشخص أو الشخص اللي جاي جديد عم دور على مساره إنه ياخذ هذا الوقت نفسه اللي نحن أخذناه. صحيح. كمان إبراهيم، يعني خلينا كمان نحكي اليوم إنه أي شخص يبدأ مشروعه الخاص هي خطوة كتير كبيرة، ويمكن في ناس كتير بتستصعب هاي الخطوة، بتقول يا ترى رح أنجح أو ما رح أنجح، شو هي العوامل اللي ممكن تساعدني لحتى أبدأ هاي الخطوة. لهيك من تجربتك بهذا المجال اليوم، هل قادرين صرنا نحط وصفة مثل ما بيقولوا، باعتبار في كتير شباب لما بيكون معنا ضيوفنا شباب وعندهم نماذج مشاريع مهمة وقدروا يبلشوها، فبيسألوا يا ترى شو عملوا، شو الوصفة تبعيتهم؟ تقدر تعطي هيك نصيحة للشباب؟ تمام. خليني أقول لك عناصر النجاح للبدء بريادة الأعمال المجتمعية أو حتى بالمشروع الخاص بتتلخص بأربع شغلات أساسية. الشغلة الأولى هي الرغبة، الشغلة الثانية هي القدرة، الشغلة الثالثة هي المعرفة، والشغلة الرابعة والأخيرة هي النية بالبدء. هلأ الرغبة ليش مهمة؟ الرغبة مهمة لأنه فعلياً هي الدافع والمحرك الأساسي. تماماً. فإذا الشخص ما عنده رغبة بمجال العمل المجتمعي فهذا رح يحول دون بأنه يستمر بهذا المجال. صحيح. النقطة الثانية هي المقدرة. المقدرة، الشخص يلي ما بيمتلك مهارات وقدرات هذا الشخص يمكن يفشل بالمجال لأنه هو ما عنده خبرات، ما عنده أكيد. تجارب. تماماً. فهذا الشيء اللي بيساعد عليه التطوع، التطوع بيحط الشخص قدام تجارب واضحة، بيحطه كمان قدام خبرات كتيرة بيتعلم منها، فهذا الشيء بيعزز عنده المقدرة. النقطة الثالثة اللي هي المعرفة، المعرفة إنه نحن نعرف شو الاحتياج يلي عن جد بده إياه المجتمع، مو الشيء اللي نحن بنعتقد إنه بده إياه المجتمع. لازم نكون قريبين من المجتمع، نسمع شو هو بحاجة لحتى نحن نقدر نبني مشروع أو مبادرة ناجحة مستهدف يعني هو فيها. النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي النية بالبدء. النية بالبدء فعليا هي من أهم العوامل. ليش؟ في كتير أشخاص منلاقيهم عندهم المعرفة والرغبة والقدرة ولكن ما دائما بيأجلوا، وهذا دون الشيء اللي هو لازم يكون عليه رائد العمل المجتمعي. لازم دائما يكون مبادر، ينطلق من نفسه، أحيانا يتحمل مخاطر، مغامر بده يكون، مغامر. تماما. فهي خليني أقول لك وصفة النجاح بالبدء بمجال ريادة الأعمال المجتمعية. لينا خلينا نحكي عن بوصلة اللي هي كانت عنوان الفريق اللي أطلقتوها ضمن مجال ريادة العمل المجتمعي، خلينا نحكي عنها أكثر وشو كان الهدف منها. نحن ببداية 2023 أطلقنا مبادرة بوصلة لأنه لاحظنا أنه فئة الشباب واليافعين كانوا بحاجة لأشخاص يرشدوهم لحتى يلاقوا مسارهم الأفضل، سواء كان هذا المسار أكاديمياً أو مهنياً. فنحن قدرنا بالتعاون مع الـ UNFPA ومؤسسة سند الشباب التنموية نمكن أكثر من 50 شاب وصبية بمفاتيح الدخول لسوق العمل، بالإضافة للمهارات الشخصية والاجتماعية. ونحن بصراحة واجهنا شوية تحديات، وكان إبرزها الزلزال اللي صار، أزمة الزلزال اللي كلياتنا تأثرنا فيها بشكل أو بآخر. نحن خلال هالفترة قدمنا عدة ورشات توعوية عن الزلازل من وجهة نظر بيولوجية وإنشائية، حاولنا نوعي فيها تقريباً عن كيف بينشأ الزلزال لنوصل لتقييم المنشآت.
ونحن حاليا مبادرتنا صارت فريق وصار اسمه بوصله، وعملنا هذا الشيء لنقدر نقدم مبادرات ومشاريع اكثر لحتى مع المنظمات لحتى نقدر نخدم المجتمع اكثر. يعني واضح من الاسم بوصله، واضح من الاسم انه انت خلص وصلت ونحن رائدين ورح ندل لك على الشيء الصح. اكيد. ويمكن كمان ابراهيم يعني هلا كمان عم تحضروا لمبادره جديده انت ولين والفريق بشكل عام اسمه بدايه. كمان بدايه يمكن فينا هيك من اسمها نستشف انه هي الخطوط الاولى لاي شيء. خلينا نعرف نستوضح منك اكثر شو المقصود فيها. هلا مثل ما حكيتوا انه مثل ما موضوع البوصله بتساعد حاملها على تحديد الاتجاه، فنحن لما انطلقنا باسم الفريق كانت بوصلة لحتى نكون نحن بوصلة للشباب نرشدهم للمسار الأفضل، ولكن لحتى يقدر هذا الشخص أنه يوصل لأهدافه ويحقق تماماً ويحقق أهدافه خلال وقت قياسي فهو بحاجة لبداية صحيحة. وهذا كان هو سبب تسمية مبادرتنا الجديدة اللي هلأ عم يتم التحضير لها، مبادرة بداية. بشكل أساسي هي المبادرة موجهة للشباب ببعض المناطق المنكوبة بريف دمشق لحتى نساعدهم على الدخول لسوق العمل. رح نقدم خلال تدريبات بتتعلق بمجال العمل المستقل، يعني بكتابة المحتوى، التصميم الجرافيكي، التعليق الصوتي، ويمكن يلي هي ازداد الطلب عليها بشكل كتير كبير مؤخرا سواء بالسوق المحلي أو بالسوق العالمي. وهي ليش مهمة كتير؟ لأنه هي رديفة للشخص وبتساعده على تحقيق مردود أعلى. بالإضافة كمان رح يتم إعطاء وتزويد الشباب بالتدريبات تتعلق بالمهارات الناعمة والمهارات التقنية مثل مثلاً كتابة السيرة الذاتية، مهارات التواصل، مقابلة العمل الناجحة وغيرها الكتير. اليوم بتعرفي الشباب أغلبهم أو كلهم خلينا نقول عم يواجهوا صعوبات ظروف المعيشية بالاقتصادية كل شيء، وعم يضل عندهم خوف أو هاجس من إنه أنا إذا اشتغلت أو عملت شيء يا ترى رح حقق مكسب مادي يقدر مثلا يسد علي خلينا نحكي نص الشهر ما الشهر كامل. شو بتنصحي هون الشباب وممكن يكون للعمل ضمن ريادة العمل المجتمعي كسب مادي وربح يأمن للشخص احتياجاته؟ لا أكيد ما فينا ننكر أنه المردود المادي هو مطلب أساسي لكل شخص هلأ، بس مثل ما حكى الأستاذ إبراهيم سابقاً أنه نحن بحاجة لشغلتين كتير أساسيين اللي هن المهارات والعلاقات الاجتماعية. فأنا قبل ما بلش سواء بدي أشتغل بشركة خاصة أو بدي أساوي مشروع خاص فيني ربحي، فأنا بحاجة لهدول الشغلتين كتير. وجود الشخص بالعمل المجتمعي رح يعطيه هاي المساحة حتى يقدر يطور هاي المهارات أو حتى يعطيه مساحة ليجرب شو المسار الأفضل اللي هو يمشي فيه. أنا إذا بلشت بمشروع أنا ماني متأكد منه أو ما عندي المهارات اللازمة حتى أمشي فيه شوي فحيخسر، فأنا هيك بكون ما استفدت شيء. أما لما بتكون مساحة هي سامحت لك أنك تجربي وتغلطي وتتعلمي من هدول الشغلات حتى تبلشي بمشروعك حيكون أفضل. وهو صراحة إذا بحكي عن تجربتي الشخصية أنا من سنتين لهلأ غير يعني تماماً فرقت 180 درجة من خلال العمل المجتمعي. حالياً بشتغل شغلي الخاص بس عم بيكون مع العمل المجتمعي لأنه هو عم يزد لي مهارات وعم يزد لي علاقات كثيرة عم تساعدني بشغلي. يعني اليوم نحن أول شيء كنا كثير سعيدين فخورين بنماذج من شبابنا برواد بالعمل المجتمعي، وإن شاء الله تكون تجربتكم قدمت أو عطت أفكار للشباب والصبايا اللي عم بيتابعونا. بدنا نتشكركم لين وإبراهيم على وجودكم معنا. شكرا كثير لكم وبالتوفيق لفريق ولبوصلة ولمشروعكم القادم بداية. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم.